يا اهلا وسهلا، شلونكم؟ اتمنى تكونون بخير وصحة وعافية. انا مدرب حسن العبيدي، وقبل ما ندخل الى دورتنا ونتكلم عن الامور الاساسية والمهارة الاساسية اللي نريد نتعلمها، اريد اعرفكم على بعض الامور الاساسية في التعلم. اكو هواي من الامور اللي تفيدنا في التعلم، اذا تعلمناها راح ناخذ كامل الاستفادة من هاي الدورة. دائما نسمع حد من شارك أستاذ ستيفن كوفي في كتاب العادات السبعة للناس الأكثر فعالية، يتكلم عن موضوع اسمه حد من شارك. شنو يعني حد من شارك؟ في الحقيقة حد من شارك يعني نتعلم مهارات اللي ما وراء المعرفة. أبو فلاح، شنو هذا الكلام الفلسفي؟ إحنا المنشار ما افتهمنا، هندو ما وراء المعرفة. أنا أقول لك شنو هذا، أشخاص اللي يعرفون مهارات ما وراء المعرفة يتعلمون أفضل، يحفظون أفضل، يتعلمون المهارات بشكل أسرع. مهارات ما وراء المعرفة يعني أنا أتعلم شلون أتعلم، نعم، أتعلم شلون أتعلم كمحترفين، تمام. خلينا نتعرف على هذين الأمور. في البداية أريد أعرفكم على شنو منحني النسيان لعالم إبينغهاوس. نعم، منحني النسيان لعالم الألمان إبينغهاوس. هذا العالم شي يقول؟ يقول إنسان بطبيعته أي شي يتعلمه، أي شي يسمعه، أي شي يقرأ، خلال 7 أيام ينساه، بعد 100 ذكر من عند الشي. لهذا السبب إحنا نقرأ هواية من الكتب بس ما بها إنتاجية، نسجل بهواية من الدورات ما بها إنتاجية. في البداية طاقتنا مرتفعة ونحب هاي الدورة ونحب المدرب، بس بعدين لا سمح الله نحكي على المدرب، نتكلم عن هذا الكاتب، نتكلم عن الأستاذ فلاني، كل شيء مفتين. سجلنا في دورة مالته واخذ من عندنا كذا فلوس، كل شيء ما تعلمنا. في الحقيقة تو تعلمته هواي من أمور، بس عقل الإنسان بطبيعته شو يسوي؟ يحذف المعلومات. فالعالم شو يقول إبينغهاوس؟ يقول احنا لازم نجي كل فترة نراجع. اليوم اتعلم باكر الامور اللي تعلمتها وشفتها، لازم ارجع شنو؟ اراجعها. من اراجعها مؤشر الحفظ او منحني التذكر يصعد عندي، بس بعدين هم يبدي ينزل. فورا 3 ايام هم ارجع بعد شنو؟ بعد مرة اراجع هذين الامور، هم يرجع يرتفع. واخيرا بعد اسبوع من 3 ايام ارجع اني بعد مرة اراجع، وهاي معلومات راح تنتقل بعد لذاكرة البعيدة، وهذاك الوقت اقدر اقول اتعلمت مجموعة من الامور. بس اساسا ليش هيك يصير؟ يعني ليش اني المعلومات ما اقدر احفظها من البداية؟ ليش احتاج اراجعها؟ ها سؤالك حلو علي 20 درجة، يجيك بالوزاري. شوف يا عيني، احنا عندنا عقل، هذا عقل. عقلنا من شنو متكون؟ من خلايا عصبية اللي تسمى نورون. هاي خلية عصبية مثل هذا، اكو في عقلنا 85 مليار، يعني أكثر من عدد سكان الأرض 40 مرة. 45 مليار خلية عصبية عندنا في عقلنا. المعلومات تنخزن داخل هاي الخلايا العصبية، تمام؟ أي شيء تتعلمه، أي شيء تحفظه، أي مهارة تكتسبه، هي بالأساس متكون إلى شنو؟ خلايا عصبية. يوم اللي يتكون إلى خلايا عصبية أنت تكون مثل ما نقول ضعيف بهذا الشيء، بعدك مستوى الابتدائي مبتدئ، مثل أول أيام اللي كنت تتعلم سياقة السيارة بتركيز تسوق ومتقبل واحد يحكي وياك ودير بالك، ومنك من بعد 4 كيلومترات واحد بالبايسكل يجي لا أخاف أدعمه، طالع الظهرية وشارع فارق. بعد هالخلايا ما متكونة، متوتر خايف ما تعرف، بس بعد فترة لا، هذا البي ام بي دك وتسوق والموبايل وقاني وثلاثة يحكون وياك، دي هذاك الوقت بعد متكون الخلايا والارتباطات العصبية، وهي مهارة جاي شنو تمارسها وانت مسيطر. بس
هذا السيطرة من اجى؟ من الممارسة، الاستمرار في الممارسة، تستمر بشيء معين ويتكون له الخلايا العصبية. هاي شكلها خلية، خل اوضح لكم بالماوس، شوف الماوس عود اي، هاي خلية وهاي خلية، هاي الذراعها، هاي ذراع وهذا ذراع، هنا اكو رؤوس اللي احنا من نبدي نتعلمها، هاي رؤوس تبدي تقترب الى بعضها البعض وتتصل، هاي رؤوس نسميها احنا سينابس. كل ما احنا نتعلم اكثر، نضبط مهارة اكثر، نراجع افضل، هاي الاذرع تتقرب وتتغرب، ترتبط ترتبط الى ان شنو تتكون، تصير وحدة. بعدين احنا نمارس هاي المهارة ونراجع هاي المعلومات اكثر واكثر، يشكل في عقلنا ذاك الوقت شنو؟ ارتباطات عصبية. شو وقت ما شكلت ارتباطات العصبية بعد اني شنو صاير محترف. وهنا جايب لكم فيديو بس ما اشتغل، يعني النت كان ضعيف. ها اشتغل ايه هالاخرى، شوف احنا من دي نتعلم هاي الخلايا جاي تقترب الى بعض لبعض، كل ما تراجع تتعلم تمارس المهارة، هاي الأذرع تقترب 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 إلى شو بدأت تتصل. اتصلت هنا، بعد انت سيد شوية مسيطر، تمارس أكثر، هاي تصير مجموعة من أربطة، يعني هاي الخيط ما كنت تشوفه يصير مجموعة من خيوط، مثل واير ما كهرباء، شايف الواير ما كهرباء، من تصلخك وعندنا وايرات كهرباء شعيرات، تصلخة وتشوفك الشعيرات، هاي نفس الشيء، نفس هذا النظام يتكون في عقلنا ارتباطات عصبية، مجموعة من شعيرات متكونة متجمعة سوي، يجي فوقها فد غلاف غشاء مالتها، اللي هذاك وقت احنا نقدر نقول صرنا محترفين في هاي المهارة. فيا حبايبي بعد من اليوم ما تقولون اني ما اقدر اتعلم، التعلم صعب، ما اقدر اكتسب هاي المهارة، هاي المهارة هواية صعبة، هاي الدورة هواية صعبة، أنا مو قدها أبدا. ما تقول يوم اللي تشوف نفسك ما مسيطر على المادة، ما مسيطر على الموضوع، المعلومات جاي تنساها، المهارة ما ضابطها، وإلى آخره من كل الأمور اللي جاي تتعلمها، ما تقول ما أعرف، ولا تقول حس العبيدي ما علمني، ولا تقول مادة صعبة، ولا تقول هاي المواضيع مو إن إحنا العراقيين، هاي ما الأجانب أبدا. تجاوب نفسك بجواب واضح ومنطقي، لا تقول ما اعرف، لا تقول ما اقدر، قول الخلايا العصبية بعد ما تكونت، ما دام ما عندي هاي المهارة الخلايا العصبية ما تكونت، تمام عيني. واكو موضوع كلش مهم اريد اتكلم بيه وياكم، وهو ايضا التركيز، زر التشغيل. هذا شنو؟ عقل الانسان. شوف يا عيني، هذا يسموه هيبوكامبس، اللي مثل عضلة التركيز وذاكرة القصيرة شوية، يعني مع هاي العضلة تصير هنا شنو؟ هنا أهم جزء في حياة الإنسان، قسم الأمام من عقل الإنسان، هنا بقوة الإرادة، الذاكرة القصيرة، تفكير المنطقي، اتخاذ القرارات، الإبداع، كله هنا. هذا إذا تعب يأثر بصورة مباشرة على عضلة التركيز، مما يأثر هنا على الذاكرة البعيدة. هذا ما لازم نخليه يتعب، أنا نظام دوراتي بشكل اللي ما خلي هذا القسم يتعب، تشوفني المعلومات اللي أقدمها ما تكون جافة، مو مثل أستاذ جامعي أقدم لك معلومات جافة، لأن ما عندي يعني منهج التزم به، أنا عندي مادة أشرحها بشكل اللي يعجبني ويكون مناسب لكم، تشوفني هواي أدق سوالف، ليش؟ لأن ما أريد هذا يتعب. فأني علي هذا الغسم ما تعبه، انتو عليكم هاي عضلة التركيز متعبوا، شلون هاي عضلة التركيز متعبوا؟ يوم اللي حاضر وياي هسه تكون وياي، تعوف الانستغرام، تعوف التيك توك، تعوف صاحبك، تبقى وياي، لان عضلة التركيز ما تقدر تركز على شغلتين في آن واحد. سواء واحد يقول لا انا مركز وياك بس منها يعني عندي فتشم شغل الانستغرام، ما مركز وياي، هذا موبايل هاي كاميرا، اليوم يصير انا اوجه الكاميرا منا يبدي يصور منا، وبنفس الوقت اقول له نفس الوقت اقول له يلا انت بدي تصور منا بضربه كم تصور منا، مين يصير تركيزه وين منا. ف
عضلة التركيز نفس الشيء، أنا وين ما أوجهه يركز. أعاين على الكاميرا يجيب التركيز على الكاميرا، أعاين أروح للإنستغرام والتيك توك يروح معي للإنستغرام والتيك توك. تبغى مركز وياي هذا يبقى مركز ويجمع لك المعلومات حتى وينقلها للذاكرة البعيدة، يخزنها وإذا أنت راجعتها خو تبقى ثابتة هنا، إذا ما راجعتها لا باي باي مع السلامة. فهذا شلون نتواصل وياه حتى يركز؟ ببساطة تعوف كل شيء شغلك، كل شيء لهيك وتحضر وياه. إذا عندك شيء أهم من هذا الموضوع روح، ليه جاي تضيع وقتك بعدين تقول ما تعلمت؟ ايش وقت ما يصير عندكم وقت تعالوا هنا وسهلا نكملوا الدورة مالتكم. يوم اللي أنا أسوي شغلتين في آن واحد، يعني ساعة أركز على حسن العبيدي، ساعة أركز على غير واحد، ساعة أركز على فلان شيء، ساعة أركز على فلان شيء. مثلا هسه أنت جاي تركز وياي ومركز علي ومفعل عضلة التركيز ومفعل ويا الذاكرة، الدم موجود هنا وموجود هنا في هذا القسم. على ساعة تتكلم ويا صاحبك، مهارة الكلام مو بس يعتمد على التركيز، يعتمد على التركيز وش يكيد على الذاكرة وغير قسم اللي يكون هنا مثلا أو قسم آخر هنا. فهذين الأقسام تتفاعل تشتغل. من يقول لك تتفاعل تشتغل شنو يعني؟ يعني هي ما كانت تشتغل، لا دي يشتغل، بس العقل ميجر كل الدم يدفعه إلى كل أجزاء الدماغ، يخلي كل أجزاء مفعلة في نظام حفظ الطاقة، العفو، في نظام حفظ الطاقة. إيش وقت ما يحتاج في قسم معين يدفع إلى الدم فيستخدمه. في يوم اللي أنت ساعة موجود وياي ساعة موجود غير مكان جاي يسوي دم، يجي هنا يروح هنا، يجي هنا يروح منا، يجيبه منا تودي منا، أم دوخل العقل فتتعب، راسك يثقل. لأن حتى مثلا هسه أنت تحتاج الدم اللي موجود هنا حتى تركز وياه، يوم اللي تاخذه توديه هنا بعدين ترجع تجيبه منا، هذا كله ده يتعب، تعدد المهام يتعب العقل. فركزوا وياه، عندك مهمة أهم منها، أهم من مشاهدة هاي الدورة، روح كملها بعدين تعال. تمام؟ إذا سمعت كلام متكرر في هاي الدورة تقول هذا متكرر، هذا سامع من فلان، هذا انت متكلم عنه سابقا في اليوتيوب او في دورة سابقة، بقول نفسك هذا الشيء اللي يتكرر علي هسه شلون اطبقه افضل؟ هذا السؤال من المحترفين، هذا التصرف من المحترفين، هذا الشيء انا اعرفه قاري في كتاب، سامع من مدرب اخر، سامع من عندك، بس هسه نعاد عليه، اوكي شلون اطبقه افضل؟ تمام؟ ولا تبحث بس عن المعلومات، خص المعلومات الجديدة لا تبحث عليها، لا تجون تبحثون عن معلومات جديدة تراكم على نفسك وما جاي استفاد منها. إذا عندكم معلومات سابقة، واجبات سابقة، أمور سابقة ما مسويها بس كاتبين، روح سويهن، ما له داعي تراكم. عندك واجبات لازم تسويها، ما أدري شنو كان الواجبات، ما أدري شنو المهام اللي لازم تسويها، ما أدري الكتب اللي مشتريها المقارين، إيش عندك جاي تجمع معلومات؟ هذا نيش الكتب أو المعلومات اللي عندك أو الدورات اللي سجلت بها سابقاً مو كانت ضرورية؟ لو لا نعم كانت ضرورية، خلاص روح كملها. ليش جاب بس تجمع معلومات؟ ليش ما منفذ ثمارين مالتها؟ ما راح تأخذ نتيجة. أمر الآخر، هذني كل الأمور ما وراء المعرفة، كل الأمور ما وراء المعرفة من تتعلمين وتجمعين وتطبقين في التعلم، شو شلون بسرعة راح تتعلم. أمر الآخر لا تكون مغلق على نفسك، لا تعاند هذا حسن عبيدي حاسب نفسه منه يريد يتكلم عن هاي المهارة، يا أخي عوفني أنا بيه طبع المعلومات اللي قدمها مو من جيبي، ما أقول لك والله أنا سنة من سنين مو ما أتكلم عن خبرتي، أنا جامع كم هاي من معلومات من دراسات علمية من تجارب ناس مختصين في مجال معين أضغطها لك وأقدمها لك. ها حسن عبيدي غلطان، أنا بن خالتي مرة سوى هذا الشيء وخذ نتيجة، أنت ما تفتهم. أنا مخالف مع الأمور اللي أنا أتكلم عنها وروح جربها، يوم اللي رحت جربته ما أخذت نتيجة تعال ذاك اليوم أنا وياك نتفاهم. أستاذ ماركوس برانديني واحد من الأساتذة اللي علمنا
الاستراتيجيات التسويقية، يقول وظيفتي كمدرب أني أو هو أو مدرب أي معلم، وظيفتنا إحنا شنو؟ نقدم لكم المعلومات، نقدم لكم المهارات، وانتم تطبقوها لنفسكم، مو تسويها تشاكوش وتدق براس الآخرين. مو تروح تسجل في دورة تفكير النقدي أو تفكير المنطقي أو دور عن الأهداف وتمشي وتنتقد الناس، ما عندكم أهداف، بتعرفون تفكرون، بتعرفون تتكلمون، لا، هاي الأمور، هاي المهارات من تاخذها لازم تطبقها لنفسك. أي شيء تتعلم طبقها لنفسك، ما له شغل بالآخرين. مين تصير منقذ مالتهم؟ تصير مصلح مال المجتمع. انقذ نفسك، وجه ايدك على نفسك، لا توجه ايدك على الاخرين. التعلم شنو يعني؟ التعلم يعني ملء فراغ للانتقال من حال الى المطلوب. هسه اني موجود في وضعية معينة اللي ما عندي مهارة، ما عندي هاي المعلومات، ما عندي هاي الامكانية، واكو هنا فد فراغ، هنا اكو فراغ. هذا الفراغ شنو اللي يملي؟ كتاب، دورة، مهارة معينة، شخص يساعدني. من هذا الفراغ ينملي انا اقدر انتقل من هذا الوضع الى هنا. انا هسه هنا ما عندي مهارة العادات، اخذ دورة عن العادات اكتسب العادات. انا هنا ما مهتم بصحتي، اروح اتعلم كيف اهتم بصحتي ابني الجسر كسبت الصحة اللي اريده. انا ما اعرف ابيع، اخذ دورة عن المبيعات اتعلم ابيع. أنا ما أعرف أتعامل مع زوجتي، أخذنا دورة أتعامل مع زوجة وهنا أعرف شلون أتعامل وياها. ما أعرف أربي أولادي، أقرأ وأخذ استشارات وأخذ دورات عن تربية الأطفال وأحقق مهارة. الأخرى اللي تخص ما وراء المعرفة هو الأمل. إحنا لازم نمتلك الأمل. إذا ما عندك الأمل، ما تعرف أكو فد معنى في حياتك، في الوضع اللي هسه أنت بيه، ما راح تقدر تحقق أهدافك. ما راح أقول لك ما تقدر، يصير من الصعب. في كل لحظة أكو أمل، أكو معنى في حياة الإنسان، في الصعوبات، في الأفراح، في الشدات، في الآلام، تخسر شخص، تحب شخص، يعوفك شخص، تخسر عمل، تنجح في عمل، ترسي في الدراسة، تنجح في دراسة، كل لحظة أكو. وإحنا لازم نتعلم نعيش ونتكيف مع ظروف الصعبة. الشطارة مو أنه أنت عايش حياة اللي مرتاح بيها وتقول أن الحياة معنى، لا حبيبي. الشطارة والفهم من أنت تمر بظروف صعبة وهناك تقول هاي الظروف الصعبة بيها معنى، اللي لازم أتعلم من عندها فتشي. هاي الصورة لأسرى حرب العالمية الثانية، فيكتور فرانكين في كتابه الإنسان يبحث عن المعنى يتكلم عن هذا الشيء. يقول إحنا في الأسبوع كان يعطونا قطعتين خبز، في الأسبوع قطعتين خبز كان يعطونهم، خبز يابس مات مدروس حصى، والدق من صبح اللي كانوا يشتغلون. يقول هواي جت من الفرص حتى أنا أقدر أشرد أهرب. يقول ما هربت، لو كنت أهرب كانوا زملاء يعني يموتون من الجوع، من اكتئاب، من القهر، بالقوة كانوا عايشين. شوف يعني ما عندهم شيء ينامون عليه، ومثل الصوصة كان ينامون كل 12 كل 10 نفرات سواء في مكان جدا صعب. بس قلت كنا عايشين، كنا متحملين هذا الظلم والألم، لأن كنا خالقين فد معنى في حياتنا. بس أنا ما أعرف أنت أي حالة بدأت تمر، شنو وضعك الحالي، لازم يكون بمعنى. راح يمر، يخلص، يصير سوالف، تجي أيام تضحك عليها، تضحك عليها، ترجع إن شاء الله تسجل في غير دورة وتشوف نفس هاي حلقة وتقول صدق والله هذيك الأيام أنا كنت تعبان مختنق، أبو فليحة قال هذين الأمور كلهم تضحك عليهن يرحن، تبدي يصير وياك مشاكل في حياتك تضحك على هذين المشاكل البسيطة اللي كنت مدوخ نفسك بها. هواي من الطلاب في مرحلة السادس إعدادي يعانون من صعوبة المادة وضيق الوقت، أقول له أنت دا توصل للجامعة هذا كله تضحك عليها. في الجامعة غير شيء، هاي الأمور اللي هسه جاي تدرسها تضحك عليها. نفس الشيء بعدين من تتخرج من الجامعة تضحك على الأمور اللي موجودة في الجامعة، لأن تشوف الحياة غير اللي كان موجود في الجامعة. في الجامعة مجموعة من المواد تتعلمها تحفظها تروح الامتحانات تنقلها على الورقة حتى تبين تحافظها. في الحياة ماكو شيء،
تتعلمه مسبقا بعدين تروح تمتحن، لا على ساعة يلا امتحان، تجيك مشكلة يلا شو تسوي؟ امتحان مفاجئ، لازم تصبر وتتحمل هذا الألم حتى تقدر تتفوق. واتذكر بين انت وانتي ترى هسه مرتاحين ما دام انتوا تتكلمون اللغة العربية، فأكو مليارين شخص في العالم يتمنون حياتكم. صدقني روح شوي اقرأ، ما في لك اقرأ التاريخ، اقرأ الحال شوي، طب على اليوتيوب على جوجل شوف حياة شعوب العالم، بأفريقيا شلون عايشين. في أفريقيا كل 5 ثواني فالطفل يموت من الجوع، من الجوع. أنا ما أدري، ما أعتقد أكو واحد بيكم جاي هاي الدورات وفي اليوم كاتل الجوع ميت من الجوع، وموديه للمستشفى لأن ما ماكل ما شارب مي. مهما تكون هسة حياتك احمد رب العالمين عليها، لأن أكو مليارين شخص يتمناها. ما يتمنى حياة اللي انت يسعدك، يتمنى يجي للعراق. انسان ما عايش بالعراق، اكو مليارين شخص يتمنى يجي للعراق، كل شيء يريد بس اخذون للعراق. تمام، تعرفوا علي لو اخذكم. انا حسن العبيدي، مدرب مهارات الحياة، مدرب ذكر مهارات نمو الفردي، عندي اعتماد تدريب من بورد الامريكي، بورد الالماني، بورد البريطاني، وأنا حاليا طالب دارة أعمال. إيه نعم، أنا رجعت متأخر الدراسة. هواي يقولون ليش أنت راجع متأخر الدراسة؟ أقول اليوم أنا أرجع للدراسة من يصير عمري 40 سنة، عندي دكتوراه في دارة أعمال، هسه أنا طالب دارة أعمال، عندي دكتوراه في دارة أعمال. هذا خبر الحلو بالموضوع. أنا بعد هذا عمر مثل ما نقول ماشي، يجي في اليوم عمري 40 سنة ما أقدر أسوي شيء، بس هذاك الوقت إذا استمر في الدراسة والتزم في الدراسة عندي دكتوراه. فهي رسالة أو فد نصيحة لكل شخص بعد ما راجع الدراسة، ما مكمل الدراسة، ارجعوا لدراستكم، كملوا دراستكم. أنا صح من أتخرج من إدارة أعمال ما راح استفاد من شهادتي، بس أكمل حتى إيه نكمل بعد شنو نسوي، نكمل في هاي دورتنا يا حبايبي. نريد نتنفس، نعوف مشاكل اللي عندنا، نعوف الحياة اللي عندنا، حياة حلوة ما عندنا مشاكل، الحمد لله ما عندنا مشاكل. شنو ما يكون أريدك كله تعوفه، وتتصور بأن أنت ما موجود هسه في الكرة الأرضية، موجود في المريخ في الفضاء. اقلق هذا موبايلك، ابتعد عن كل شيء، وشوي نتنفس نتعلم. ولا هاي الدورة مناسبة بس للعراقيين؟ قال أنا عراقي؟ لا أبدا، هاي الدورات كلها عبارة عن مهارات الحياة، أي شخص يحتاجها، أي شخص يقدر يضبطها، أي شخص يقدر يتعلم من عندها. فأهلا وسهلا بكم من أي مكان تكونون، من السعودية، من الكويت، من المغرب، من تونس، من أي مكان في العالم. نادي العقل وعقل والتسويق يزوروا كل يومية أكثر من 40 دولة حول العالم، من هند عندنا زيارات، من باكستان، من صين، الظاهر أخوان العرب موجودين في كل مكان العالم، فيجون دخلون إلى موقعنا ويتعلمون. فأهلا وسهلا بكم، وخل نبدأ التعلم.